أيضا صفوف هذه الهجن التي ننتظر انطلاقتها، وهذه انطلاقتها ومع أحد الزملاء المعلقين في هذا الشوط. وفي عهد شيخ وفي أطباع. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل هذا الشوط وهو 17. هذا الشوط خاص بفئة البكار، ونحن في طريقنا لنلحق بركب المقدمة ومن تحتل المركز الأول وعلى الصدارة في هذه اللحظات. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في هذه اللحظات. هنا سحابة لفيصل بن سالم بن حنزاب المري على المركز الأول، بينما المركز الثاني من خلال الشعار لجار الله بن جهويل المري واسمها رسائل على المركز الثاني الدور دور المركز الثالث. وهنا تقدم الفريسة لزيد بن سالم بن انديله المري، بينما المركز الرابع ومن تتقدم تقدم ممتاز تعبير لمحمد بن علي بن حلفان المري الدور دور المركز الخامس اللي من الجانب الآخر، وهناك وعد لحسين بن علي أبو السيقان المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. أيها الحفل الكريم، ورسائل تتقدم في رسالة تحذيرية للسادة المشاركين في هذا الشوط بأن قلب الأسد القطري نازل بثقل في هذا الشوط ومتواجد بقوة للمشاركين، وهذه الرسالة التحذيرية المتحركة على أرضية الميدان. بينما المركز الثاني ومن تحاول استعادة حقوقها المنهوبة، كانت قبل قليل في المركز الأول وفي هذه اللحظات تتراجع إلى المركز الثاني، سحابة لفيصل بن سالم بن حنزاب. بينما المركز الثالث هنا الفريسة قادمة مشاهدينا الأعزاء، الفريسة لزيد بن سالم بن انديله المري، ورابع المراكز تعبير وتعود ملكية تعبير لمحمد بن علي بن حلفان المري. بينما المركز الخامس الوصول من دقاشة عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي، أبناء السلطنة قادمين 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 للمنافسة بقوة، من أثبت الوجود في السباق وبطولة الخليج الماضية حيث استطاعوا انتزاع ثلاثة كوس في أشواط أبناء القبائل وممثلين أهل السلطنة مع الهجن القوية. عموما رسائل على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط وشعار جار الله بن جهويل المري، ولكن دير بالك يا جار الله من أبناء سلطنة عمان القادمين القادمين للمشاركة هنا مع إخوانهم وأيضا في محلهم وفي مكانهم. 1200 متر وما زالت رسائل، وما زالت رسائل على مقدمة الشوط وشعار جار الله بن جهويل المري على المركز الأول المركز الثاني. يلا هنا القدوم والخطورة من دقاشة 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 على المركز الثاني، وتعود ملكيتها عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث سطو، أول نداء لسطو محمد بن ناصر بن شابل المري. المركز الرابع أول نداء أيضا لنويعس لمحمد بن سعيد الدهن، والفريسة على المركز الخامس وتعود ملكيتها عند بنديلة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ما زالت رسائل مع الكيلو الأخير، ما زالت تنطلق والعصا قوس والعصا قوس، ولكن سطو 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 في هذا السطو الأصيل، في هذا السطو على مقدمة الشوط من سطو محمد بن ناصر بن شابل المري. يا سلام يا سلام على المركز الثاني المركز الثالث. الله نويعس قادمة لمحمد بن سعيد بالدين، ولكن يا قلب الأسد القطري، الله أعصابك حديد يا قلب الأسد في هذا الشوط، ما حرك أبدا 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 بدون أي تعليمات، تنطلق وتصارع للبقاء على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، سطو والنويعس قادمتين يشنون الهجوم من اليمين ومن اليسار، ولكن يبدو بأن الشوط يبدو بأن الشوط مع ممثل هالدورة المصير، ولكن النويعس تتسلل والرسائل تحاول، النويعس والشعار بليهان يعود مرة أخرى لينتزع ثالث نقاط في هذا اليوم. ودقوشة مع ابناء السلطنة على المركز الثالث، ولكن النويعس 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 خطفها بالدين، خطف الفوز من الدين، خطف المركز الأول. يا سلام، والنقطة الثالثة في هذا اليوم تسجل مع هذا المضمر العملاق، مع هذا المضمر المبدع والخبير والخبير محمد بن سعيد الدهن، مع شعار التلة، مع شعار بليهان، مع شعار غيره من الهجنة التي عرفها المتابعون والمحبين. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هذه مشاهدينا الأعزاء، انواع استخطف ناموس هذا الشوط المركز الثاني لجار الله بن جهويل المري رسائل. المركز الثالث دقاشة وتعود ملكيتها
العبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي المركز الرابع. المركز الرابع سطو لمحمد بن ناصر بن شابل المري، بينما المركز الخامس كان الوصول من حضور لمبارك بن سعيد بن الأجبع الخيارين. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وهذه النويعس وتوقيتها الزمني 4:30 ثمانية جزء من الثانية. هل تحطم التوقيت؟ إذا لم يتحطم التوقيت، ولكن يبدو بأنه ثاني أفضل توقيت في هذا اليوم. المركز الثاني اللي ما قصرت أيضا الرسائل 4:31 72 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لجار الله بن جهويل المري مالك رسائل. المركز الثالث دقاشة وتوقيتها 4:32 84 جزء من الثانية، تهانينا لأبناء السلطنة والتهاني لعبد الله بن السعيد بن سالم الوهيبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.